مرحبا بكم في درس الدليل الكامل لاحتراف تداول نماذج الشموع اليابانية. في هذا الدرس أصدقائي سوف نتعلم كيف نحدد أفضل مناطق الدخول لصفقات ناجحة حتى نتمكن من الربح في الأسواق الصاعدة وكذلك الأسواق الهابطة. الآن البعض منكم سوف يتساءل ويقول أنا مبتدئ، ليست لدي أي فكرة عن نماذج الشموع اليابانية أو عن التحليل الفني، فهل هذا الدرس، هذا الكورس سيساعدني؟ صديقي، صديقتي، لا تقلق، في هذا الدرس إن شاء الله سوف أرافقك خطوة بخطوة من الألف إلى الياء لكي تتعلم كيف تتداول نماذج الشموع اليابانية حتى وإن لم يكن لديك أي خبرة في التداول. وإن شاء الله في نهاية هذه الحصة أؤكد لك أنه سوف تكون قادرا على تداول نماذج الشموع اليابانية بطريقة جد احترافية، فهل هذا جيد بالنسبة لك؟ إذن لنبدأ على بركة الله. إذن أصدقائي، أول سؤال سوف نتساءله هو ما هي الشموع اليابانية؟ إذن الشموع اليابانية أصدقائي ما هي إلا طريقة لقراءة حركة السعر، لقراءة البرايس أكشن. وإذا نظرنا إلى تاريخها سنجد أنها يعني جاءت من اليابان عن طريق تجار الأرز والذين يعني اخترعوا هذه الطريقة، ثم بعد ذلك تم تصديرها انطلاقا من بعض الأوروبيين إلى 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 أوروبا، وبعد ذلك عرفناها كما قلت ما هي إلا طريقة لقراءة حركة السعر. والمعلومات التي تعطينا الشموع اليابانية أو الشمعة في حد ذاتها هي سعر افتتاح تلك الحصة أو الجلسة، أعلى سعر وصل إليه السوق في تلك الحصة، وكذلك أقل سعر وصل إليه السوق، وسر الإغلاق. إذن تذكروا أصدقائي هذه الأربع معلومات المهمة جدا التي تعطينا الشموع اليابانية أو الشمعة اليابانية، شمعة واحدة: سعر الافتتاح، أعلى سعر وصل إليه السوق في حصة معينة، أقل سعر وصل إليه السوق في حصة معينة، حصة التداول أقصد، ثم كذلك سعر الإغلاق. إذن كيفية قراءة الشموع اليابانية، كيف نقوم بقراءة الشموع اليابانية؟ كما تلاحظون هنا ستجدون أنه لديه لونان، اللون الأخضر واللون الأحمر. اللون الأخضر يشير إلى أن الشمعة صعودية، يعني السعر صاعد، بالتالي سعر الافتتاح، سعر الافتتاح سيكون هنا، هذا هو سعر الافتتاح، أوكي؟ ستلاحظوا هذا الذيل الذي هو بالأسود، فيسمى ذيل أو ظل، تلاحظون، وهذا يحدد لي أقل سعر وصل إليه السوق في هذه الشمعة، يعني في حصة تداول هذه الشمعة. قد تكون هذه الشمعة شمعة ساعة، شمعة يوم، شمعة أربع ساعات، وسأشرح لكم إن شاء الله فيما بعد يعني النطاقات الزمنية. طيب، قلت أن الشمعة تعطينا أربع معلومات. المعلومة الأولى هي سعر الافتتاح، وهذه الشمعة الخضراء سعر الافتتاح هو هذه المنطقة، هذا هو سعر الافتتاح. طيب، قلنا أقل سعر وصل إليه السعر هي هنا في هذه المنطقة. بعد ذلك جاءت الشمعة، صعدت الشمعة إلى هذه المنطقة ثم أغلقت في هذه المنطقة، ولكن قبل أن تغلق صعدت الشمعة إلى هذه المنطقة، وهذا هو أعلى سعر وصلت إليه الشمعة الذي هو الهاي. وبعد ذلك رجع، تم رجوع السعر إلى هذه المنطقة وأغلق في هذه المنطقة، إذا close، تلاحظون. وهذا هذا اللون الأخضر، هذه المنطقة كلها يسمى تسمى بالجسم، the body، هذا يسمى الجسم، هذه المنطقة تسمى upper shadow، يعني الظل العلوي، أو يعني تسمى بالظل، الظل كذا، الظل، وهنا كذلك يسمى بالظل السفلي، هذا الظل العلوي الفوق وهذا الظل السفلي، أو يسمى بالذيل، الذيل نقول الظل أو الذيل. طيب، بالنسبة للشمعة الحمراء، الشمعة الحمراء تقول لنا أن السعر فهو في نزول، أوكي؟ إذن سعر الافتتاح عكس الشمعة الخضراء سيكون هنا، هذا هو سعر الافتتاح، هنا افتتحت الشمعة، تلاحظون open سعر الافتتاح. أعلى سعر وصلت إليه الشمعة هو هذه المنطقة، يعني افتتح السعر هنا ثم صعدت إلى هذه المنطقة، تلاحظون هذا هو ذيلها أو ظلها. بعد ذلك هذا الظل العلوي، بعد ذلك نزل السعر، نزل السعر إلى هذه المنطقة، ولاحظوا وصل إلى هذه المنطقة، هي
اقل منطقه وصل فيها السعر، وبعد ذلك عاد ثم اقفل او اقفل هنا. اذا هذا هو سعر الاغلاق، تلاحظون؟ اذا شمعه حمراء تقول لي بان السعر صاعد، عفوا شمعه خضراء تقول لي بان الاتجاه صاعد او السعر صاعد، شمعه حمراء تقول لي بان السعر او الاتجاه هابط. في بعض الاحيان سنجد هنا ان الشمعات تكون بيضاء مجوفه، وهنا تكون شمعات سوداء في بعض الاحيان، ولكن في غالب الاحيان اصدقائي نجد ان الشمعات تكون في هذا الشكل حمراء وخضراء. اذا كما قلت هذه هي 4 معلومات التي تعطينا اياها الشموع اليابانيه. اولا كما قلت سعر الافتتاح، سعر الافتتاح، سعر الاغلاق، سعر الاغلاق، اعلى سعر وصل اليه السوق في هذه الشمعه، يعني في حصه تداول هذه الشمعه، اقل سعر وصل اليه السوق في حصه تداول هذه الشمعه الخضراء. نفس الشيء هناك كما تلاحظون. اذا هكذا نقوم بقراءه الشموع اليابانيه. لاحظوا معي كذلك أصدقائي، هناك أمر مهم في قراءة الشموع اليابانية يجب أن لا ننساه. لاحظوا هذه الشمعة الخضراء كيف هو جسمها، جسمها فهو طويل، وتلاحظون هذا الديل فهو ديلها أو ظلها تلاحظون فهو صغير شيئا ما، ولكن لا يجب أن يعني أن نهمله. هذا يقول لنا أن هناك price rejection، يعني رجوع في السعر، price rejection، اوكي برايس ريجكشن. طيب ولكن تلاحظون هذا الجسم، نعرف ان مكونات الشمعه فبها مكونين، الجسم هذا هو الجسم، والديل او الظل هو هذا. تلاحظون هنا هذه الشمعه تعطينا او تعطينا فكره عن من المتحكم في السوق، تعطينا فكره عن من المتحكم في السوق. اذا هنا المشترون هم المتحكمون في السوق، بما ان لون الشمعه فهو خضراء، بالتالي بالاتجاه صاعد، بالتالي المتحكمون هما المشترون. ولكن هناك شيء مهم اريد ان تعطوه اهميه، وهذا الظل او الديل. لاحظوا هنا ولاحظوا هنا اصدقائي، هنا الشمعه خضراء، ولكن لاحظوا هنا تم افتتاح السعر في هذه المنطقه وصعد إلى غاية هذه المنطقة، ولكن يعني كان هناك تحكم للمشترين في السوق، ولكن بعد ذلك جاء البائعون وقاموا بدفع السعر كل هذه المنطقة إلى هنا، وهنا تم إغلاق السعر. بالتالي يجب دائما عند قراءة الشموع اليابانية يجب دائما معرفة أو قراءة أو معرفة حجم الجسم مقارنة بالذيل أو الظل دائما، لان هناك هنا ستكون هناك رساله مختلفه تماما. هنا الرساله التي تعطينا هذه الشمعه انه المشترون هم المتحكمون في السوق، ولكن هنا في هذه المنطقه حتى ولو كان لون الشمعه اخضر، فالرساله التي تعطينا اياها هذه الشمعه ان البائعون اصبحوا هم المتحكمين في السوق، بما انهم قاموا بما يسمى بالبرايس ريجكشن، وكانت قويه. برايس ريجكشن يعني قاموا بإرجاع السعر من هذه المنطقة إلى غاية هذه المنطقة. إذن يجب كذلك تذكر أن يعني يجب أن نتذكر دائما عند قراءتنا للشموع اليابانية أن حجم الجسم بالمقارنة مع الذيل أو الظل مهم، ومهم جدا. الآن لنلقي نظرة على يعني بعض أنواع الشموع. إذا لاحظوا هنا فهذه الشموع اليابانية الخضراء تلاحظون كما قلنا فهي تقول بأن هناك يعني صعود في السعر. لاحظوا هذه الشمعة، الجسم فهو طويل كما تلاحظون، الجسم هو هذا فهو طويل تلاحظون، وهناك يعني ذيل أو ظل صغيرين. يعني ماذا تقول لنا هذه الشمعة؟ تقول لنا أن المشترين هم المتحكمون في السوق في هذه الفترة، في فترة هذه الشمعة، سواء كانت في شمعة ساعة أو شمعة 4 ساعات أو شمعة يوم. لاحظوا هنا هذه الشمعة، الفرق بينها وبين هذه أن الجسم فهو صغير صغير، والذيول بالمقارنة مع الجسم فهي كبيرة ولكن متساوية من الجهتين، مما يعني أن هنا ليس هناك تغلب لا للمشترين ولا للبائعين في هذه الحصة أو في هذه الشمعة أو في وقت تداول هذه الشمعة. يعني أنه ليس هناك قرار decision، يعني indecision، يعني هذه الشمعة من الشموع التي تقول بأنه ليس هناك تغلب لا للمشترين ولا للبائعين. لنرى الشمعة الأخرى، هذه الشمعة لاحظوا هذه الشمعة كان سعر الافتتاح يعني
سعر هذه الشمعة أو سعر منطقة افتتاحها كان هنا، تلاحظون في هذه المنطقة الأوبن برايس هنا، وبعد ذلك نزلت إلى غاية هذه المنطقة إلى هنا نزلت، ثم قام المشترون بدفعها إلى غاية هذه المنطقة، تلاحظون إلى هنا، وهنا تم إقفال، هذا هو سعر الإقفال أو الإغلاق. بالتالي هنا هذه الشمعة تقول لي بأن المشترين أقوياء، المشترين أقوياء وهم المتحكمون في السوق. لذلك قلت لكم يجب الأخذ بعين الاعتبار حجم الشمعة أو حجم جسم الشمعة عفوا بالمقارنة مع ذيلها. لنرى كذلك بالنسبة للشموع الحمراء، فهي نفس الأمثلة، نفس الأمثلة تلاحظون، يعني فقط العكس نطبقها بالعكس. إذا لنلخص أصدقائي ما رأينا لحد الساعة. أولا هذه الشموع اليابانية أو مخطط نماذج الشموع اليابانية تورينا من المتحكم في السوق، هل هم المشترون أم البائعون، انطلاقا من جسم الشمعة، انطلاقا كذلك من ذيلها أو ظلها. سنتعرف عن من المتحكم في السوق في فترة تلك الشمعة أو في الفترة الزمنية لتداول تلك الشمعة. كذلك كما قلنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار جسم الشمعة، the body، جسم الشمعة، الذيل، وكذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الجسم، العلاقة بين الجسم والذيل كما قلنا، علاقة بين جسم الشمعة والذيل، يعني إذا كان الجسم صغيرا والذيل كبيرا هكذا، فهذا يعني وكانت الشمعة خضراء أو حتى حمراء، فهذا يعني تعطينا رسالة مختلفة عن إذا كانت الشمعة جسمها طويلا والذيل مثلا قصير هكذا، فهناك رسالة مختلفة، وهذا رأيناه أصدقائي. إذا هذا هو لحد الساعة ما رأيناه فيما يخص كيفية قراءة الشموع اليابانية. لننتقل الآن إلى الشموع اليابانية على نطاقات زمنية مختلفة، أي على تايم فريمات مختلفة. لاحظوا هنا لدينا الباوند ين على فريم مثلا الساعة، تلاحظون فريم الساعة، هذا هو فريم الساعة، وهنا ستلاحظون أنه خلال مرور كل ساعة، كل شمعة تمثل ساعة، يعني يتم رسم شمعة في هذا المخطط، مخطط الشموع اليابانية، على رأس كل ساعة، عند انتهاء كل ساعة يتم رسم شمعة. تلاحظون هذه الشمعة تمثل ساعة، هذه الشمعة تمثل ساعة، هذه الشمعة تمثل ساعة، أي شمعة هنا فهي تمثل ساعة، تلاحظون يعني أي شمعة تمثل ساعة، يعني في كل ساعة يتم رسم شمعة على هذا المخطط. كذلك لاحظوا على فريم اليومي، هنا على فريم اليومي ستلاحظون أن كل شمعة تمثل يوم، يعني يوم الاثنين سيتم رسم شمعة، يوم الثلاثاء سيتم رسم شمعة، يوم الأربعاء سيتم رسم شمعة، يوم الخميس، وهكذا دوالك، يعني كل شمعة تمثل 24 ساعة، كل شمعة من هذه الشموع، لأنه هذا تلاحظون هنا لدينا دي يعني ديلي يعني يومي، يعني فريم اليومي يعني نطاق زمني يومي، يعني كل شمعة تمثل يوما، تلاحظون. وإذا ذهبنا إلى فريم الساعة سنجد مثلا أن هذه الشمعة تعطينا 24 شمعة من فريم الساعة. ومن هنا سنذهب إلى كونسبت آخر، وهو دمج الشموع اليابانية. دمج الشموع اليابانية، هل يمكن دمج الشموع اليابانية؟ نعم يمكن دمجها. لنفترض، لاحظوا معي، نفترض أنه هذه الشمعة الخضراء هي شمعة الساعة، أوكي، هي شمعة ساعة واحدة فقط، سأغير هذا اللون، هكذا اللون الأسود، لنقل أن هذه الشمعة الخضراء هي في فترة زمنية هي تمثل ساعة واحدة، تمثل ساعة واحدة، أوكي، وبعد ذلك هذه الشمعة الحمراء تمثل كذلك ساعة واحدة، ساعة واحدة. إذا ذهبنا إلى فريم الساعتين سنجد أن هاتان الشمعتان سيكون شكلهما كهاته الشمعة، لأنه يعني تم افتتاح، إذا تحدثنا عن هاته الشمعة أين هو سعر افتتاحها؟ هو هذه المنطقة، لماذا؟ لأنه هو سعر افتتاح الشمعة الأولى التي هي الشمعة الخضراء، إذا تم افتتاح هاته الشمعة هنا، أوكي، إذا هذا هو سعر افتتاحها، بعد ذلك صعدت إلى هذه المنطقة وأغلقت في هذه المنطقة، يعني وصلت إلى أعلى سعر عندها في حصتها في هذه الساعة وهنا،
ثم بعد ذلك رجعت شيئا ما وتم إغلاقها هنا. في الساعة الأخرى، الساعة الثانية، ما الذي وقع؟ افتتحت شمعة حمراء هنا، يعني تم افتتاح شمعة هنا صعدت إلى هذه المنطقة، ثم بعد ذلك نزلت ووصلت إلى هذه المنطقة، هذا هو أقل سعر وصلت إليه، ثم بعد ذلك عادت وأقفلت هنا. إذن سعر الافتتاح هو هذه المنطقة open price هنا، وسعر إغلاق هذه الشمعة هو سعر إغلاق الشمعة الحمراء التي هو close C، فنرمز له بC. وتلاحظون كيف هي هذه الشمعة بالمقارنة مع ثاني الشمعتين، يعني يمكن دمج الشموع اليابانية. إذن لدينا ساعة شمعتين، ساعة تعطينا شمعة خضراء ساعة، وشمعة حمراء ساعة تعطينا شمعة ساعتين على هذا الشكل مثلا. إذن تستطيعون أن تتخيلوا إذا كنتم أمام الشارت، أن تتخيلوا إذا دمجتم الشموع اليابانية ما هو الشكل الشمعة الذي ستحصلون عليه على الفريم الأكبر، على الفريم الأكبر. يعني يمكن مثلا جمع مثلا شمعتي أربع ساعات، نفترض أن هذه الخضراء وهذه الحمراء تكون أربع ساعات أربع ساعات، بالتالي في فريم 8 ساعات سنجد شمعة على هذا الشكل. أتمنى أنكم فهمتم يعني المبدأ، يعني دمج الشموع اليابانية على انطلاقا من نطاق الزمنية أو الفريمات. إذا لنرى الآن مثالا لكيف يمكننا دمج الشموع اليابانية انطلاقا من الفريمات. لاحظوا معي هنا لدينا هذا اليورو دولار على فريم الساعة، ولاحظوا معي هاته الشمعة، ويريدكم أن تعيروا اهتماما كبيرا لهاتين الشمعتين، هاته الشمعة هنا، هاتين الشمعتين هنا. سأغيره، سأمسح وسأقوم بتغييرها إلى ربما سهم هكذا. لاحظوا هنا، يريدكم أن تعيروا، أن تلاحظوا هاتين الشمعتين هنا وهنا. تلاحظون كيف 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 هما الآن، يعني أتحدث عن هذه الشمعة وهذه الشمعة، وأتحدث عن هذه الشمعة وهذه الشمعة. إذا ذهبنا إلى الفريم الأعلى الذي هو فريم ساعتين، لاحظوا كيف أصبح شكل الشمعتين، لاحظوا كيف أصبح شكل الشمعتين، هذا هو الشكل. لاحظوا هذه هي الشمعة الأولى، تلاحظون، وهذه هي الشمعة الأخرى في فريم ساعتين في الفريم الأكبر. إذا قمت بالرجوع ستفهمون، إذا قمت بالرجوع ستفهمون. لاحظوا، تلاحظون كيف هما شمعتين، شمعة حمراء وشمعة خضراء، شمعة حمراء وشمعة خضراء، وبعد ذلك عندما عدنا نجد أنه أصبحت بهذا الشكل. بالتالي يعني يجب معرفة أو فهم أنه يمكننا دمج الشموع اليابانية. كذلك أصدقائي، شيء مهم جدا لا أريدكم أن تنسوه، لا يجب أن نتداول نماذج الشموع اليابانية بهذه الطريقة. يعني ألاحظوا أن هناك بعض المتداولين الذين يعني يكونون أمام الشارت هكذا، ويرون أن السعر شمعة خضراء ثم شمعة خضراء ثم شمعة خضراء، ثم بعد ذلك يقومون بالشراء لأنها شمعة خضراء، لأنها فقط شمعة خضراء، ليست هناك أي استراتيجية ولا أي شيء، فقط لأنها شمعة خضراء، ثم بعد ذلك بوم ينزل السعر، ينزل السعر، أوكي؟ بعد ذلك يعني كذلك نرى أن هناك شمعة خضراء خضراء خضراء، ثم بوم يشترون، وبعد ذلك بوم ينزل السعر، لأنهم يعتمدون على شمعة خضراء فقط. عندما يرون شمعة خضراء أو شمعة حمراء يقولون بأن السعر سينزل، أوكي؟ يعني هنا الشيء الذي أريد أو الرسالة التي أريد أن أوصلها لكم هو أنه لا يجب تداول الشموع اليابانية بطريقة فردية، يعني بطريقة معزولة، يعني كل شمعة على حدة، لا، يجب أن نتداول الشموع اليابانية على شكل نماذج، يعني يجب أن يكون هناك تأكيد، يجب أن تكون لدينا طريقة، يجب أن تكون لدينا استراتيجية، لا نتداول فقط إذا رأيت شمعة خضراء أقوم بالشراء، وإذا رأيت شمعة حمراء أقوم بالبيع، لا يمكن التداول بهذه الطريقة. لذلك هذه هي الطريقة التي لا أريدكم أن تتداولوا بها نماذج الشموع اليابانية، أريدكم يعني لا أريدكم أن تتداولوا بها بطريقة معزولة، يعني فقط تأخذون شمعة، لا، أريدكم أن تقوموا ب يعني استعمال نماذج أشكال للشموع اليابانية، وكذلك يكون لديكم فريم ورك، يعني طريقة عمل
بلان، خطة للدخول والخروج من الصفقات. وهذا ما سنرى إن شاء الله، سوف نقوم سأريكم كيف نقوم بتحديد مناطق الدخول ذات الاحتماليات العالية للنجاح، حتى نتمكن من تحقيق أرباح جيدة في التداول. وهذا هو هدفنا. إذا لنلخص ما رأينا أصدقائي لحد الساعة، رأينا أول شيء أنه يمكن دمج الشموع اليابانية، وثاني شيء مهم جدا نريدكم أن تذكروا هو أننا لا يمكننا أن نتداول نماذج الشموع اليابانية بطريقة معزولة، يعني كل شمعة نأخذها لوحدها، ويعني مثلا إذا رأينا شمعة خضراء ندخل في صفقة شراء، وإذا رأينا شمعة حمراء ندخل في صفقة بيع. لا، إذا تداولنا بهذه الطريقة سنخسر مالنا، وهدفنا هو الربح. بالتالي أصدقائي سأريكم طريقة رائعة مهمة جدا ستجعلكم تربحون باستعمال الشموع الياباني. إذا كيف نتداول نماذج الشموع اليابانية؟ لدي طريقة اسمها أو سميتها TRA Framework، خطة عمل اسمها TRA. ماذا أقصد بالتي؟ تي أقصد به هذا التي أقصد به trend، أقصد به trend الاتجاه، أقصد به الاتجاه. أعذروني على الكتابة ولكن ستفهمون إن شاء الله. trend. ماذا أقصد بالآر؟ الآر أقصد به region of value، region أو area of value، يعني منطقة قيمة، المنطقة التي أرى أنها قيمة جدا وأستطيع مراقبة السعر فيها لكي أدخل في صفقة بيع أو صفقة شراء. والA activation، A activation، activation يعني trade activation يعني متى يمكننا الدخول في الصفقة، trade activation أو entry activation يعني منطقة ما الذي يجعلنا نفعل صفقتنا، ندخل في صفقة شراء أو صفقة بيع. أعيد عليكم هذا النموذج الذي لن تجدوه في أي مكان، الذي سوف نتداول به نماذج الشموع اليابانية، يسمى أسميته ب TRA Framework. ماذا أقصد ب T؟ T هو Trend، الاتجاه. ماذا أقصد بال R؟ ال R هو Region of Value أو Area of Value، منطقة قيمة، أي المنطقة التي أحس بها بأن هناك احتمال أن أدخل في الصفقة من هذه المنطقة. والA التي هي activation، trade activation يعني المنطقة التي سأقوم فيها بتحديد بالضبط منطقة دخولي للصفقة، سواء كانت صفقة شراء أو صفقة بيع، وتكون تلك الصفقة احتمالية نجاحها كبيرة وكبيرة جدا. أتمنى أن تتذكروا هذا الفريمورك أو هذا البلان أصدقائي، لأنه الآن سوف نقوم بإنشاء خطة، إنشاء استراتيجية نستطيع التداول بها نماذج الشموع اليابانية. إذن أول شيء أريد أن أتطرق له هو trade activation، ما هي الأشياء التي سوف تقول لي بأنه نعم يمكنك تفعيل صفقتك والدخول في الصفقة. في هذه اللحظة سوف نرى أهم خمس نماذج، مدام أننا نتحدث عن يعني الشموع اليابانية، سوف أريكم أهم خمس نماذج للشموع اليابانية التي ستخول لنا هذا trade activation، هذا التفعيل للصفقة. أول نموذج هو الشمعة الابتلاعية. ماذا أقصد بالشمعة الابتلاعية؟ أو engulfing pattern أو engulfing bar، يعني يكون لدينا اتجاه مثلا هابط هكذا، وأرى شمعة حمراء بهذه الطريقة، وبعد ذلك مباشرة وراءها أرى شمعة خضراء، وهذه الشمعة الخضراء جسمها يقوم بابتلاع جسم الشمعة الحمراء التي قبلها. هذا يقول لي بأن هناك احتمال في تغير السعر بعدما كان، أو تغير الاتجاه trend، بعدما كان trend هابطا أظن الآن أنه سوف يذهب. يعني هذه الشمعة الابتلاعية أو engulfing pattern يعطيني فكرة على أنه ممكن أن أدخل في الصفقة، لأنه هذا من ضمن الخمس نماذج التي تعطيني ما يسمى بال trade activation أو تفعيل الصفقة. هذا مثال آخر في اتجاه يعني صاعد، مثلا هنا لدي اتجاه صاعد، وبعد ذلك رأيت شمعة خضراء تكونت، ثم بعدها مباشرة تكونت لي شمعة حمراء، الجسم ابتلع لي جسم الشمعة التي قبلها التي هي الخضراء، ابتلعها
لهذا نسميها شمعة ابتلاعية. بالتالي هنا أتوقع أن يكون هناك تغيير في الاتجاه، لأن هذا نموذج انعكاسي، هذا نموذج انعكاسي، وأتوقع أن ينزل السعر بعدما كان الاتجاه صاعدا. إذن هذا أول نموذج من النماذج التي تعطيني تفعيل الصفقة. نحن الآن نريد أن نرى ذلك الفريمورك TRA. طيب النموذج الثاني وهو نموذج شمعة الهامر والشوتينج ستار. الهامر والشوتينج ستار، لاحظوا معي الهامر، ما هي الهامر؟ الهامر لاحظوا سعر افتتاحها، سعر افتتاحها هو هذه المنطقة، وبعد ذلك صعد السعر لهذه المنطقة ثم إلى هذه المنطقة، وبعد ذلك أو ربما يكون يعني تم افتتاح يعني تم افتتاح السعر في هذه المنطقة، هذه منطقة الافتتاح، ونزل السعر عفوا إلى هنا إلى هذه المنطقة، تلاحظوا نزل السعر، ولكن بعد ذلك المشتري قام بدفعه حتى هذه المنطقة، حتى هنا ليتم إغلاقه هنا. هذه هي الهامر، وهذا الهامر تقول لي يعني لأنه غالبا هذا الهامر يعني يكون الاتجاه هابطا، يكون الاتجاه هابطا، أوكي، يكون الاتجاه هابطا، لأن حتى هي شمعة انعكاسية، يكون الاتجاه هابطا. نرى هذه الشمعة التي هي الهامر، نقول بأن هناك احتمال أن يتغير الاتجاه وينعكس الاتجاه للصعود، أوكي، يكون اتجاه هابط، تتكون لهذه الشمعة التي هي الهامر، بعد ذلك أتوقع أن يكون السعر صاعدا. هذا هو الاكتيفيشن، يعني الاكتيفيشن تفعيل الصفقة. بالنسبة للشوتينج ستار، بالنسبة للشوتينج ستار يكون الاتجاه صاعد، يكون الاتجاه صاعد، بعد ذلك تكون شمعة على هذا الشكل، هي فقط مثل هذه الشمعة ولكن مقلوبة. هذا يقول لي بأن هناك احتمال كبير أن ينزل، أن ينزل السعر، لأن تغلب البائعون على المشترون، تغلب البائعون على المشترون، لأنه في هذه الشمعة ما الذي حدث؟ تم افتتاح السعر هنا، تم افتتاح الحصة هنا، صعد السعر لهذه المنطقة، بعد ذلك تم إرجاعه من البائعين إلى هذه المنطقة، يعني صعد المشترين ثم إرجاعه إلى غاية إقفاله في هذه المنطقة، تلاحظون؟ وقد وصل إلى هنا قبل الرجوع والإقفال في هذه المنطقة، يعني أن البائعون هم الأقوياء في هذه المنطقة، هذا يعني أن هناك احتمال أن يكون هناك انعكاس للاتجاه، يعني هاتي كذلك هاتي شموع انعكاسية، الإنجالفين والهامر أند شوتين ستار هي شموع انعكاسية، هي نماذج انعكاسية، يعني تعكس الاتجاه. المثال أو النموذج الثالث المهم هو دوجي، وهنا سأتحدث فقط على مثالين، دراجون فلاي والجرافستون دوجي، لأن كذلك لدينا الدوجي التي نعرفها التي هي مثل علامة زائد هكذا، وتوجد دوجي أخرى هكذا، عفوا هكذا، يعني فقط خط كناقص، كناقص لا نتحدث عنهما، لأن الرسالة التي توصل لنا هاتان الشمعتان هي أنه ليس هناك تغلب لا للبائعين ولا للشاري، بينما هنا في لنبدأ بدراجون فلاي، دراجون فلاي دوجي، دراجون فلاي دوجي، هذا دراجون فلاي دوجي يعني يكون الاتجاه هابط، وإذا تكونت لنا هذه الشمعة يكون لدينا احتمال كبير أن يصعد الاتجاه، يعني يتغير الاتجاه، فهي شمعة انعكاسية، ونفس الشيء هنا يكون الاتجاه صاعدا وتتكون لدينا هذه الشمعة الانعكاسية، فهناك احتمال أن ينعكس السعر، ولكن لاحظوا معي شيئا، ف دراجون فلاي والجرافستون دوجي فهما تشبهان بشكل كبير الهامر والشوتينج ستار، لاحظوا فهما تشبهان بشكل كبير الهامر والشوتينج ستار. ما هو الاختلاف أصدقائي؟ ما هو الاختلاف بينهما؟ سأعطيكم ثانيتين، واحد اثنان، الاختلاف بين الهامر والشوتينج ستار مع دراجون فلاي والجرافستون دوجي هو أن في دراجون فلاي والجرافستون دوجي ليس هنا يعني حجم الشمعة صغير جدا بالمقارنة مع حجم جسم الشمعة صغير جدا بالمقارنة مع الهامر وشوتينج ستار، يعني هنا في الدوجي سر الافتتاح هو سر الإغلاق تقريبا، سر الافتتاح هو سعر الافتتاح هو سعر الإغلاق تقريبا. طيب
نموذج آخر وهو morning and evening star. morning star والevening star. morning star أو نجمة صباح، نموذج نجمة شمعة نجمة الصباح أو نموذج نجمة الصباح، ونموذج نجم المساء أو نجمة المساء. طيب ما هي ما هو نموذج شمعة الصباح أو نجمة الصباح؟ نموذج نجمة الصباح أو morning star يكون لدينا اتجاه هابط، تلاحظون اتجاه هابط. بعد ذلك نرى شمعة حمراء كبيرة بجسم كبير، ثم تتكون لدينا دوجي هكذا، يعني هذا الدوجي تقول لي بأنه ليس هناك قرار في السوق، لا يتغلب لا المشترون ولا البائعون. وبعد ذلك مباشرة أرى شمعة خضراء تتكون، هذا يقول لي أن هناك انعكاسا قادما في السوق، هذا يقول لي بأنني يجب أن أبحث عن صفقة شراء. تلاحظون يعني هذا يقوم بتفعيل صفقتي للشراء. لذلك تحدثنا عن الـ A في الفريمورك اللي هو Activation Trade، Trade Activation. هذا بالنسبة لشمعة الصباح. بالنسبة لشمعة المساء فهو العكس، لدينا اتجاه صاعد، نلاحظ أنه لديه شمعة خضراء، تلاحظون بجسم كبير قوي طويل، ثم بعد ذلك شمعة دوجي، ليس هناك قرار، تقول بأنه ليس هناك قرار في السوق، يعني ليس هناك المشترون والبائعون، لا أحد فيهم متغلب في هذه الشمعة، أقصد في هذه الشمعة. وبعد ذلك لاحظوا شمعة حمراء كبيرة، هذا جسم كبير، إذا أغلق يعني سننتظر حتى تغلق، وعند إغلاقها فهذا يعطينا إشارة قوية أن الاتجاه سينعكس وسيصبح هابطا، أي احتمال أنه يصبح هابطا. أوكي، بالتالي يجب أن نبحث عن صفقة بيع، ولكن ليس فقط هذه النماذج وحدها التي سنعتمد عليها للبيع، فقلنا أنه لدينا فريم ورك، خطة عمل، وهي TRA. نحن فقط نرى الـ A الآن، هذه النماذج الخمسة التي سأريكم إياها، الأولى نماذج الشمع اليابانية الأولى، هذه فقط الـ A يعني Trade Activation. لازلنا سنرى هذا الـ R والـ T حتى تتضح لكم الصورة أصدقائي. أوكي، طيب إذا رأينا هذا النموذج الذي هو الإيفنينج ستار والمورنينج ستار، وهي كذلك شموع أو نماذج انعكاسية. التويزر أو الملقاط، تويزر باتم أند تويزر توب، تويزر باتم أند تويزر توب، هذا هو تويزر باتم وهذا هو تويزر توب. يعني في تويزر باتم يكون لدينا اتجاه هابط، يكون لدينا اتجاه هابط. تذكروا معي أصدقائي، أنا أعطيكم الشروط المهمة، اتجاه هابط وشرط مهم، أول شرط هو أن تكون أول شمعة في هذا التويزر، إذا كان الاتجاه هابط تكون شمعة حمراء، تكون شمعة حمراء، لنقول أن هذا تويزر باتم. أوكي، طيب بعد تكون الشمعة الحمراء، لاحظوا هذه الشمعة الحمراء يعني أعطتنا ديل كبير، تلاحظون هذا الديل كبير، هذا يعني أن هنا نزل السعر، نزل السعر إلى غاية هذه المنطقة، ولكن تم إرجاعه انطلاقا من المشترين إلى هذه المنطقة. بعد ذلك لاحظنا أنه بدأت تتكون لدينا شمعة خضراء، وهذه الشمعة الخضراء افتتحت، ثم بعد ذلك يعني في الأول كانت شمعة حمراء لأنها نزلت حتى هذه المنطقة، ثم بعد ذلك عادت وأصبحت شمعة خضراء وأقفلت هنا، يعني أقفلت يعني افتتحت هنا، يعني سعر الافتتاح الشمعة الأوبن في هذه المنطقة نزلت، ثم تم إرجاعها وتم إغلاقها هنا close. ولاحظوا ليس هناك لا ديل ولا أي شيء، لا هنا ولا هنا، تلاحظون يعني أن المشترون هم المتحكم، أصبحوا أقوياء، يعني أصبحت لديهم قوة، وربما سيتحكمون في السوق، ربما سيتحكمون في السوق. بالتالي هنا هذه فرصة قوية جدا للشراء أصدقائي، نبحث عن الشراء. يعني هذا يقول لنا بأن سيكون هناك انعكاس لهذا الاتجاه الذي كان هابطا، وسنبحث عن الشراء، عن الشراء. أوكي، طيب نفس الشيء بالنسبة للمثال الآخر الذي هو تويزر توب، يكون لدينا اتجاه صاعد. أول شمعة يجب أن تكون، يجب أن تكون خضراء، ويجب أن تكون على هذا الشكل، يكون لدي يعني هذه الشمعة تم افتتاح السعر في هذه المنطقة، صعدت إلى غاية هذه المنطقة، وتم إرجاعها، تم إرجاعها من البائعين، وتم إقفال السعر هنا.
بالنسبة لهذه الشمعة الحمراء، فتم افتتاح السعر هنا، أوكي، تم افتتاح السعر هنا، صعدت إلى هذه المنطقة، تم إرجاعها إلى غاية هذه المنطقة، وتم إقفال السعر هنا، أوكي، تم إقفال السعر في هذه المنطقة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن البائعين أقوياء، البائعين أقوياء، مما يعني أن هناك احتمال كبير أن ينزل السعر، أي يتغير الاتجاه، وبالتالي فهذا كذلك نموذج انعكاسي، it's a reversal pattern، يسمى بالreversal pattern أو نموذج انعكاسي، وسوف نبحث عن البيع، ولكن يجب أن توفر لدينا الشرطان الأخران الذي هما region of value والاتجاه. طيب لاحظوا معي الآن، هنا سنتحدث عن الـ عن الـ عن الترند او الاتجاه. كيف نقوم بتحديد الاتجاه؟ الاتجاه نقوم بتحديده بمجموعه من الوسائل، يمكن تحديده انطلاقا من رسم ترند لاينات، يمكن تحديده انطلاقا من الموفين افريج 20، يمكن لنقل اننا سنحدد انطلاقا من الموفين افريج 200. وهنا اذا كان لنقل انه اذا كان يعني السعر فوق الموفين افريج 200، هنا نبحث عن تكون لدينا نية شراء، تكون لدينا نية شراء إذا كان الترند لاين فوق above فوق الموفين افريج 200، تكون لدينا نية شراء، لونج بايز. إذا كان السعر أسفل موفين افريج 200، تكون لدينا نية البيع. تفهمون ما أقصده؟ نية البيع، لا زلت لم أبيع، فقط نية البيع. هذا بالنسبة للاتجاه. بالنسبة للاريا اوف فاليو أو ريجن اوف فاليو أو منطقة القيمة، كيف يتم تحديدها؟ يتم تحديدها إذا كان لدينا دعم المقاومة، إذا كان لدينا موفين افريج، إذا كان لدينا يعني ترند لاين أو خط ترند، إذا كانت لدينا قناة. هنا هذه الأمثلة يمكننا تحديد المنطقة التي نريد أن نتداول فيها، التي هي منطقة الفاليو، منطقة القيمة، المنطقة التي من انطلاقا منها سوف نبحث عن فرص للبيع أو فرص للشراء، و نحدد هذه المناطق انطلاقا كما قلنا من الدعم والمقاومه، من الموفين افريج، من الترند لاين، من خط ترند، وكذلك من القنوات السعريه. الاكتيفيشن تريد او الانتري تريجر او منطقه الدخول نحددها انطلاقا من هذه النماذج الخمسه التي راينا، التي هي ريفرسال كاندلستيك باترن او نماذج السمو الانعكاسي. اوكي، اتمنى ان تتذكروا هذه الاشياء، لأنه سنرى بعد ذلك بعض الأمثلة حتى تفهموا بطريقة أكثر وضوحا ما تحدثوا عنه. لنرى أمثلة. مثال الأول، أولا ما هو الترند؟ ما هو الاتجاه؟ الاتجاه، عفوا سأعود لأنه قمت ب مثال الأول. إذن الاتجاه فهو هابط، اتجاه هابط. ثم لاحظوا بعد ذلك لدي تم الرجوع من هذه المنطقة، هبط السعر ثم رجع إلى هذه المنطقة وارتد، هذا يعني أن هذه منطقة مقاومة، ريزيستنس، منطقة مقاومة ريزيستنس. ثم لاحظوا عاد السعر إليها، وماذا أعطانا؟ أعطانا نموذج من تلك النماذج التي رأيناه، وهو نموذج شوتينج ستار، نموذج شوتينج ستار. إذا ماذا ما الذي سأقوم به؟ إذا أول سؤال، قلنا أن الاتجاه تي اتجاه هابط، هذا اول شيء. اذا سوف نقوم بتحديد تلك الفريم ورك الذي هو او البلان، تريدنج بلان. قلنا تي داون اتجاه هابط، الار الذي هو الفاليو اوف اريا او ريجن اوف اريا او اوف فاليو، عفوا ريجن اوف فاليو او اريا اوف فاليو او منطقه القيمه. لاحظوا هنا قلنا سنحددها اما بسبورت وريزيستنس، اما يعني بالدعم والمقاومات. هنا في هذا المثال نحددها بالمقاومة. تلاحظون هذه منطقة المقاومة، هذه منطقة المقاومة. بالتالي إذا جاء السعر لهذه المنطقة، هذه بالنسبة لي هي ريجن اوف فاليو، هي منطقة قيمة، أستطيع البحث عن البيع منها إذا تم إعطائي ذلك النموذج الذي رأينا من تلك النماذج الخمس. هنا أعطاني شوتينج ستار، تلاحظون هذه شوتينج ستار هي على هذا الشكل. بالتالي سوف أقوم بالبيع نقطة واحدة أسفلها، نقطة واحدة أسفلها، بيبس واحد أسفلها. الستوب، منطقة ستوب ستكون هنا في هذه المنطقة.
إذن هاتي هي خسارتي، شمعة واحدة هي خسارتي. والهدف لاحظوا ربما يكون الهدف هذه المنطقة أو هذه المنطقة، يعني تحدد أنت هدفك انطلاقا، يعني لنقول أنه سيكون الهدف ربما هنا أو هنا كما تريد. يعني ولاحظوا الخطر مقابل الربح فهو جيد، يعني الخطر مقابل الربح فهو جيد، الريسك ريورد أكبر أو يساوي اثنان. إذا هذا هو المثال الأول، تلاحظون. لنرى مثال آخر، أريد أن أوضح لكم الصورة بشكل كبير أصدقائي حتى يعني تتضح لكم بشكل جيد وتصبحوا متداولين محترفين انطلاقا من هذا ال TRA framework. مثال ثاني، لاحظوا هذا moving average، هذا moving average، تلاحظون هذا moving average 50. لاحظوا هنا في هذه المنطقة فهي منطقة قيمة، لأنها يعني منطقة التي يتم لمس فيها الموفين افريج، وتسمى ب دايناميك ريزيستنس، يعني مقاومة ديناميكية متحركة. طيب سأبحث عن نموذج من تلك النماذج الخمسة التي رأينا. ماذا لدينا هنا؟ لدينا انجالفين، بيرش انجالفين، يعني ابتلاع هبوطي. ماذا قلنا؟ قلنا أن ترند فهو داون يعني هابط، يعني سأبحث عن البيع. لدينا منطقة قيمة وهي منطقة لمس هذا الموفين افريج 50، بالتالي ار موجودة التي هي موفين افريج 50. ولدينا الاكتيفيشن، تريد اكتيفيشن هو شمعة ابتلاعية، بالتالي سأدخل اسفل هذه الشمعة ببيبس واحد، ستوب لوس يكون هنا، يعني اسفل هذه الشمعة ببيبس واحد ستوب لوس يكون هنا، واخذ على الاقل اثنان مقابل واحد ريسك ريورد، اثنان لواحد ريسك ريورد. ربما السابورت او الدعم الذي يكون دعم مثلا هذا الدعم ربما، او يعني سوف ترى اين يوجد، اين هي اول منطقه تستطيع الخروج منها وتحدد هدفك. اوكي طيب، هذا مثال آخر مهم وجيد، وهو مثال للموفين أفريج كمنطقة قيمة. مثال آخر أصدقائي، لاحظوا معي هذا موفين أفريج 20، إذا ترند فهو صاعد، أب ترند صاعد، تلاحظون الموفين أفريج يعتبر منطقة قيمة، لذلك عندما يتم لمسه في أي منطقة يتم لمسه سأبحث عن نموذج من النماذج. لاحظوا هنا لدي هذا النموذج الذي هو انجالفين، بولش انجالفين، يعني ابتلاع صعودي، تلاحظون يعني سأدخل فوق هذه الشمعة، تلاحظون ستوب لوس سيكون اسفل. هذا هو أهمية هذه التقنية وهذه الاستراتيجية، انه لن تخسر كثيرا بالمقارنة مع الربح. لاحظوا الربح اصدقائي كم والخسارة كم، تلاحظون. لذلك فهذه الاستراتيجية جيدة وجيدة جدا، اتمنى ان تستفيدوا منها اصدقائي، وأتمنى منكم إذا أعجبكم هذا المحتوى أن تشتركوا في القناة وكذلك تفعلوا الجرس وتضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو. لنكمل أصدقائي، إذا قلت الدخول هنا، إذا هذه منطقة القيمة R هي moving average 20، لمس moving average 20، الاكتيفيشن تريد اكتيفيشن أو تفعيل الصفقة، إذا هذا الانجالفين، تلاحظون الانجالفين التي هي هذه الشمعة، تلاحظون فوقها سأدخل مباشرة ستوب هنا. لاحظوا معي كذلك نفس الشيء هنا انجالفين، ادخل فوقها مباشرة ستوب هنا، ولاحظوا يعني اتجاه صاعد، تلاحظون كذلك. لاحظوا هنا كذلك تم لمس 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 هذا واعطاني، تلاحظون اعطاني هاته الشمعة. هل تتذكرون ما هي هاته الشمعة؟ شمعة هامر، يعني ادخل فوقها بنقطة واحدة وستوب اسفلها، ومنطقة القيمة هي الموفين افريج، تلاحظون يعني كانت صفقة. إذا هذا المثال فيه نوعان، فيه الهامر وفيه كذلك الانجالفين أو الشمعة الابتلاعية مع منطقة القيمة التي هي عبارة عن موفين افريج 20. مثال، لنرى مثال آخر هنا، مثال ترند لاين. طيب ما هو ترند؟ ترند ما هو؟ ترند صاعد، تلاحظون ترند صاعد.
ار منطقه القيمه، منطقه القيمه هو هذا تريند لاين، هذا تريند لاين وهو تريند لاين صحيح، لان هناك شروط لرسم تريند لاين وهو تريند لاين صحيح. وان شاء الله في الدروس المقبله ساريكم كيفيه رسم تريند لاين بالطريقه الصحيحه، لان الكل يخطئ في رسم التريند لاينات. 1% فقط من متزوينهم من لديهم اسرار كيفيه رسم التريند لاين، والحمد لله انا منهم. اذا لاحظوا معي هنا عندما عاد السعر ولمس التريند لاين، تريند لاين لاحظوا ماذا وقع، اعطاني شمعه ابتلاعيه. اذا منطقه الدخول سيكون في المنطقه هنا، وهنا ستوب لوس سيكون اسفل، تلاحظون في هذه المنطقه. ولاحظوا الهدف ربما حتى تستطيعوا ان تاخذ اكثر من ذلك، يعني كل الشروط توفرت لدي، منطقه القيمه التي هي تريند لاين، لدي تفعيل الصفقه الاي الاكتيفيشن التي هي انجالفين يعني شمعه ابتلاعيه، وتستطيع الدخول وستوب لوس صغير جدا. يمكنك كذلك ان تستعمل تريلين ستوب، يمكن ان تستعمل الستوب المتحرك، وان شاء الله ساضع لكم دروسا كيف تقومون بتحريك ستوب باستعمال ستوب او باستعمال ستوب المتحرك حتى تقوموا بتكبير الارباح، لان الهدف هو ان نكبر ارباحنا. لنرى مثالا خامسا، هذا المثال لاحظوا معي هنا الاتجاه فهو كان هابطا، مع الاسف تم اقتطاع هذا الجزء، الاتجاه كان هابط. ثم لاحظوا معي جاء السعر الى هذه المنطقه ثم بدا يرتد هكذا هكذا، ثم كان لدينا هنا سابورت دعم، وبعد ذلك نزل السعر ثم عاد الى هذه المنطقه ارتد منها. بالتالي هذه المنطقه هي منطقه قيمه، الان اصبحت لي هذه المنطقه هي منطقه قيمه، منطقه قيمه يعني ار، يعني هنا هذه اصبحت ريزيستنس مقاومه. اذا رجع اليها السعر سوف اقول في نفسي ان لدي اتجاه هابط وقمت بتحديد منطقة قيمة. إذا رجع السعر ولمس لي تلك المنطقة وأعطاني نموذج من النماذج الخمسة قد أبحث عن البيع. بالتالي هنا أي نموذج أعطاني؟ أعطاني الملقاط أو التويزر، تويزر توب. ماذا قلنا؟ قلنا إذا كان هنا لاحظوا هنا كان السعر صاعدا، بالتالي أريد أن أرى أول شمعة هي الشمعة الخضراء، وهذا ما تم، شمعة خضراء، ثم بعد ذلك أعطاني شمعة حمراء وعلى شكل تويزر على شكل ملقاط. بالتالي سأدخل نقطة واحدة بيبس واحد أسفل هذا النموذج، أسفل هذا النموذج الإنعكاسي هنا، أدخل بنقطة واحدة أسفل، الستوب سيكون هنا، وقف الخسارة هنا. ولاحظوا أصدقائي ربما الهدف الأول سيكون هنا، ثم بعد ذلك نأخذ أهدافنا على حسب إذا حركنا ستوب أو إذا فقط اكتفينا بهذه المنطقة، فهي منطقة جيدة لأن الخطر مقابل الربح كبير أكبر من أو يساوي 2. ريسك ريورد يسمى الريسك ريورد ريشيو أكبر أو يساوي 2. انا احب دائما ان ادخل في صفقات التي يكون فيها ريسك ريورد ريشيو اكبر او يساوي 2، وسنتحدث عن ان شاء الله عن الريسك مانجمنت وهذه الاشياء، اداره المخاطر واداره المحافظ ان شاء الله في دروس مقبله. تلاحظون اذا هنا كان لدي تريند هابيت، كان لدينا منطقه القيمه هي ريزيستنس او 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 مقاومه، و يعني الاكتيفيشن تريد او صفقه المفاعله او تفعيل الصفقه تم انطلاقا من نموذج تويزر، تويزر توب. لنرى مثال اخر، هنا دي موفين افريج كذلك، موفين افريج 50. لاحظوا معي اذا بالنسبه لي الاتجاه هابط، الاتجاه هابط واضح. هنا اريد ان ارى ان يتم لمس، عند لمس هذه المنطقه التي هي منطقه قيمه بالنسبه لي، منطقه مهمه بالنسبه لي، اريد ان ارى نموذج من النماذج الخمسه. وهنا ما الذي ارى نموذج الشمعه، نموذج نجم الصباح، عفوا نجم المساء، لان هنا كان صاعدا، نجم المساء او الايفنينج ستار، ايفنينج ستار. ودائما سادخل انطلاقا بعد اكتمال هذا الايفنينج ستار، اي بيبس واحد اسفل هاته الشمعه الحمراء، بيبس واحد نقطه واحده اسفل هاته الشمعه الحمراء، ستوب لوس سيكون فوق هذه الشمعه الدوجي. وتلاحظون فاهداف جيده وجيده جدا كما تلاحظون، يعني هذا لا يعني ان كل الصفقات ستكون رابحه، انا فقط يعني اشرح لكم واريكم، ولكن هذا لا يعني ان الصفقات كلها ستكون رابحه ارجوكم، فيجب الحذر. التداول ليس هناك من يحقق 100% من الصفقات، ولكن انا اريكم فقط صفقات
أريكم صفقات أو تقنية تعطيك احتمالية نجاح صفقات عالية وعالية جدا، ولكن هناك صفقات خاسرة، لذلك نضع ستوب لوس، لذلك نضع وقف خسارة. أوكي، بالتالي يجب الحذر. فأنا أريكم هذه الأمثلة الناجحة فقط كنوع من يعني كأمثلة بيداغوجية أو بيداغوجية لتفهموا. أنا أريدكم أن تفهموا أكثر، وعندما تتمرنون وتفهمون أكثر سوف تحددون الصفقات ذات احتمالية النجاح الكبيرة وكبيرة جدا إن شاء الله، وتصبحون متداولين محترفين حتى ولو كنتم مبتدئين وليست لديكم أي فكرة عن أو أدنى فكرة عن تداول باستعمال شموع اليابانية. لاحظوا معي كذلك هنا، لاحظوا معي اتجاه هابط، إذا تريند هابط، منطقة يعني داون، منطقة القيمة لاحظوا لدي هذا السابورت، ثم تم كسره، بعد ذلك عاد وارتد إليه، بالتالي سيصبح ريزيستنس. إذا تم تشكل أي شكل هنا من الأشكال الخمسة سنبحث عن البيع. ما هو الشكل الذي تشكل؟ أو الشكل الذي سوف يعطيني تفعيلا للصفقة هو هنا لدينا كذلك الإيفنين ستار، نجمة المساء. كما قلنا البيع من هذه المنطقة، بيبس واحد أسفل، ستوب لوس بيبس واحد فوق تلك الشمعة، لأنه هذا، لماذا بيبس واحد؟ لأن هذا هو سبب دخولي في الصفقة، بالتالي إذا صعد السعر من هنا أريد أن أخرج من الصفقة، لا أريد أن أبقى فيها. ليس لدي سبب للبقاء فيها، سبب دخولي تم إلغاؤه، لا أريد البقاء في الصفقة. تلاحظون يعني أنا أعرف ما أقوم به، وجد جد جد حريص وجد دقيق في مناطق دخولي ومناطق الخروج. بالتالي ربما الهدف الأول سيكون هنا، وربما قد ناخذ اهداف اخرى اذا اردنا، ولكن هدفي الاساسي سيكون هنا في هذه المنطقه. تلاحظون يعني، لاحظوا يعني اكبر ام يساوي اثنان، الريسك ريورد اكبر او يساوي اثنان، دائما الريسك ريورد اكبر او يساوي اثنان، اذا لم يكن اكبر او يساوي اثنان لا ندخل في الصفقات، وهذه من ضمن الشروط كذلك. انا فقط اريكم مناطق الدخول ذات الاحتماليه الرائعه والعاليه والجيده جدا للدخول فيها اصدقائي باستعمال ماذا قلنا، تي ار اي فريم ورك، تي ار اي فريم ورك. طيب اصدقائي، لنلخص ما رايناه لحد الساعه. اولا راينا تي ار اي فريم ورك الذي هو ترند، الاتجاه يعني منطقه القيمه، ار اللي هي منطقه القيمه، والاي ما الذي يخول لنا تفعيل الصفقه. وقلنا بان ترند نقوم بتحديد انطلاقا من موفين افريج 200، اذا كنا فوق الموفين افريج 200 ستكون لدينا نيه الشراء، اذا كنا اسفل الموفين افريج 200 ستكون لدينا نيه البيع. منطقه القيمه ار نحددها انطلاقا من دعم المقاومه، انطلاقا من استعمال الموفين افريجز، انطلاقا من استعمال كذلك القنوات السعريه، انطلاقا من استعمال النماذج الفنيه كالريجولر فلات، او يعني مجموعة من الأشياء. ورأينا كذلك أهم وأقوى خمس نماذج شموع يابانية، الشمعة الابتلاعية، المطرقة، الشوتينج ستار، دوجي، تويزر الملقاط، كذلك رأينا نجمة الصباح ونجمة المساء. إذا كما تلاحظون هذا هو دليلك الكامل يا صديقي لتصبح متداولا محترفا باستعمال نماذج الشموع اليابانية. إذا أصدقائي هنا ينتهي درس اليوم. إذا في النهاية إذا كنت تريد يعني تعلم أكثر، ويعني تريد يعني التعمق في مجموعة من يعني الدورات المتعلقة بالتداول، أنصحك أن تأتي إلى الموقع بيبر ويف تريدر الذي هو الموقع الذي قمت بإنشائه، وهنا ستجد مجموعة من الكتب مجانا، تستطيع تحملها مجانا. هناك كتاب عن الشموع اليابانية وهذا بأكثر عمق، يعطيك تقريبا أكثر من 13 نموذج لشموع اليابانية، تستطيع أن تقرأه وتستفيد منه وتعرف مناطق الدخول والخروج. كذلك دليل شامل لتداول موجات إليوت، فهو كذلك للمبتدئين. هنا سوف تستطيع يعني اكتشاف كيفية تحسين توقيت دخولك للصفقات، وحتى يمكنك توقع نقاط يعني تحول السوق أو الانعكاس. أنصحكم كذلك بقراءته، فهو جيد. وفي الأخير كيفية استعمال المفكرة الاقتصادية، وكذلك استراتيجية لتداول وقت الأخبار، استراتيجية رائعة أستعملها دائما، فهي كذلك مجانا، فقط يعني تضغط على هذا
هذا الزر وتقوم بوضع إيميلك الخاص، وسأرسل لك مجانا هذه الكتب يعني كهدية مني لك وشكري لكم لتتبعكم لي. كذلك أصدقائي يعني أرجوكم قوموا بالإعجاب بهذا الفيديو واشتركوا في القناة ليصلكم الجديد مثل هذه الدورات التدريبية أو هذه الدورات التدريبية المجانية التي رأيتم. وأخيرا يعني أي سؤال أو تعليق لديك ضعه أسفل في التعليقات وسأحاول المساعدة قدر المستطاع. شكرا لكم جزيلا وأراكم في دورة تدريبية مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.